بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواصلة في الفصل الدراسي أو الوحدة الدراسية الثامنة، ندرس الدرس الثاني تنوع المفصليات. الأهداف، أهداف الدرس ثلاثة: أن نميز بين التراكيب والوظائف في المجموعات الرئيسة للمفصليات، والمفصليات عندها ثلاث مجموعات رئيسة، وأن نقارن بين التكيفات في المجموعات الرئيسة، ثم نحدد الصفات المميزة لكل من القشريات والعنكبيات. مراجعة المفردات: الحيوانات الجالسة، حيوانات تبقى متصلة بمكان واحد أي قليلة الحركة. المفردات: القدم الكلابية، زوايد تستخدم المفصليات للقبض على الغذاء، العوامات القدمية، السباحة والتكاثر، اللواقط الفمية أيضا للغذاء في العناكب، واللوامس القدمية، والمغازل في العناكب لصنع الحرير. ونتعرض لكل هذه المفردات في الدروس المختلفة. الفكرة الرئيسة للدرس إن المفصليات بتقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسة، هي القشريات والعناكب والحشرات، بناء على تركيب قطع أجسامها وأنواع الزوائد وأجزاء الفم. تركيب قطع الجسم وأنواع الزوائد وأجزاء الفم، الاختلافات في دي جعلت العلماء يصنفون المفصليات إلى ثلاث مجموعات رئيسة، بالإضافة إلى مجموعة رابعة هي ذوات المئة رجل والألف رجل. مجموعة المفصليات كما ذكرنا سابقا صنفت إلى ثلاث مجموعات رئيسة: القشريات منها سرطان البحر وجراد البحر والروبيان، العنكبيات العنكبوت وأشباهها، والحشرات الحشرات وأشباهها. بعض الخصائص العامة للمجموعات المختلفة: القشريات عندها زوجين من قرون الاستشعار وعينان مركبتان، خمسة أزواج من الأرجل، فيها أقدام كلابية وعوامات قدمية. العنكبيات ما فيها قرون استشعار، الجسم مكون من جزئين: الرأس صدر والبطن، وستة أزواج من الزوائد المفصلية، فيها لواقط فمية ولوامس قدمية، وأربعة أزواج من الأرجل. أما الحشرات فيها قرون استشعار وفيها عيون مركبة وعيون بسيطة، الجسم مكون من ثلاثة أجزاء: رأس وصدر وبطن، اللي بتختلف بها عن المجموعتين الأخريتين اللي هم الجسم فيه مكون من رأس صدر وبطن، هنا رأس وصدر وبطن، وعندها ثلاثة أزواج من الأرجل وزوجان من الأجنحة في السطح. المجموعة الأولى نحن بصدد دراستها هي مجموعة القشريات، هي مجموعة القشريات. والقشريات من أمثلتها سرطان البحر والروبيان وجراد البحر. وأماكن المعيشة بالنسبة لهذه القشريات إما في المياه البحرية المالحة أو المياه العذبة في الأنهار والبرك، أو بتعيش في اليابسة، دي مكان المعيشة. الخصائص العامة لها: عندها زوجان من قرون الاستشعار وعينان مركبتان متحركتان، وعندها كمان فكوك علوية للمضغ. القشريات بتحتوي على زوائد متفرعة تستخدم للإمساك بالطعام، ودي الأقدام الكلابية. والعوامات القدمية بتستخدم في التكاثر والسباحة. عندها طور يرغي يختلف في شكله ومظهره عن الطور البالغ، عن الطور البالغ. معظم القشريات منها الجراد وسرطان البحر عندها خمسة أزواج من الأقدام. الزوج الأول من الخمسة أزواج دي اسمه القدمين الكلابيتين، ودي للإمساك بالفريسة والغذاء. الزوج الثاني اسمه العوامات القدمية، ودي للتكاثر والسباحة. بعض القشريات مثل قمل الخشب بتعيش على اليابسة، والاختلاف بينه وبين باقي القشريات اللي عندها خمسة أزواج عنده سبعة أزواج من الأرجل، عنده سبعة أزواج من الأرجل. وكما في موضح بالرسم، ده جراد البحر من القشريات المائية عنده أقدام كلابية كما موضح فيه، بوضح بالسهم، والأقدام الكلابية للإمساك بالفريسة، عيون مركبة للإبصار، عنده قرون استشعار للإحساس، بالإضافة إلى أرجل للمشي، وبعض الأرجل تكيفت إلى عوامات قدمية
للسباحة والتكاثر، والجسم مقسم إلى منطقتين فقط هما البطن والرأس صدر. وضح الاستعمالات الأخرى للقدم الكلابية في جراد البحر. قلنا القدم الكلابية عندها وظيفتين، إما للإمساك بالفريسة أو الهروب من المفترسات أو حماية نفسها من المفترسات. ماذا غرات؟ لخص الوظائف الزوايد في القشريات. وكما وضحنا توجد زوايد في القشريات تستخدمها في السباحة والإمساك بالغذاء والمشي والتكاثر. هذا باختصار ما يقال عن القشريات. قلنا القشريات من أمثلتها سرطان البحر وجراد البحر والروبيان، بعضها مائي والبعض الآخر يعيش في البيئات على اليابسة. عندها 5 أزواج من الأرجل، الزوج الأول منهم عبارة عن قدمين كلابيتين للإمساك بالفريسة والهروب من المفترسات، الزوج الثاني عبارة عن عوامات قدمية للسباحة والتكاثر، هذا بالإضافة إلى الأرجل للمشي وبالإضافة إلى قرون الاستشعار والعيون المركبة وأجزاء الفم. هذا وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.